السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم تاني بفيديو جديد مع عروض نادي الاعمال. نادي الاعمال اللي الناس كلها عماله تقول لي عايزين كوينز، والكوينز اللي معاك جايبها ازاي؟ يا شباب بصوا، انا عامل 3 او 4 فيديوهات باين، مش متذكر، في القناه عن الكوينز. 4 فيديوهات، في العاب متوسطه وفي العاب سهله جدا، انا ما بنزلش العاب صعبه. يعني لو عملت سكرول كده في القناة هتلاقوا الفيديوهات، فخشوا دوروا في الفيديوهات عندي هتلاقوا فيديوهات. بس عشان خاطر انتوا كلكم شغالين تطلبوا كده، فهنستغل عرض نادي الاعمال اللي موجود، اللي هو ده، اللي هي مكافأة مضاعفة دوت. هنخش مع بعض ويلا بينا نبدأ. من تاني مع تحميل الفي بي ان اللي هنستعمله، عشان خاطر نشرح للناس من الاول احنا ازاي هنخش على عرض نادي الاعمال وازاي هنضاعف الكوين بالفي بي ان. فاحنا هنيجي ونحمل في بي ان اسمه باندا في بي ان. بص، اول شريط بحث ده باندا في بي ان، هتلاقي 2 في بي ان اللي هما الاتنين دول، ده وده. احنا هنحمل انهو؟ هنحمل الفري اللي هو اول واحد ده. بص، اللي لما نخش عليه هتلاقي ان الشعار بتاعه، الشعار هنا مكتوب كلمة فري اهي اللي هي فوق دي. فاحنا نحمل اللي معمول عليه شعار الفري دوت، او اسمه باندا في بي ان لايت. هنحمله، وبعد ما نحمله هنعمل له فتح. بص يا سيدي، هو انا متصل بيه، هنعمل له الغاء الاتصال. اول ما تفتح هتلاقي الواجهة زي ما انت شايف كده، هتضغط على الاتصال الذكي، هتلاقي القايمة فيها طبعا دول لا تعد ولا تحصى زي ما انتوا شايفين. فهنتن نقفل او ننزل تحت 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 لحد ما نلاقي الولايات المتحدة الامريكية اهي. بص، الولايات المتحدة اهي، الولايات المتحدة الشريط ده كده ده. فاحنا دلوقتي هنتكى على الشعاع اللي قدامه دوت اللي هو ده. اول ما نعمل، هو انا عشان خاطر سمعت الفيديو، فهو هيطلب منك يا اما تسمع فيديو عشان خاطر تتصل بالولايات المتحدة الامريكية، او انك تشتري بفلوس. بس لا، احنا ملناش علاقة بالفلوس، انت هتسمع فيديو قصير يعني 15 ثانية ل 30 ثانية، وبعدين هتلاقيه عمل اتصال وقال لك تم الاتصال. نروح مع بعض على اللعبة عشان نشوف العرض. ودخلنا تاني على اللعبة، وزي ما انت شايفين هنروح للعرض يا اما من الشريط اللي فوق دوت ونضغط على اول واحدة، او نفتح هنا ونخش على كلمة مجانية. هتلاقي قدامك الاختيارات ديت، هتختار ايرون سورس الزرقاء ديت اهيت، وهيخش معاك ساعات هيجيب لك استرشادات كده ان يعلمك يعني ازاي تختار وازاي تحمل الالعاب. بص، هتلاقي عندك العاب يعني لا تحصى ولا تعد، فانت لو ما عجبكش اللعبه اللي احنا نزلناها فعندك العاب كتير قوي. يعني النصيحه، لازم تستغل العرض ده، لازم تستغل العرض ده عشان يبقى معاك كوينز. لان في ناس، لدرجه ان في ناس دخلت تكلمني تقول لي هي لو سمحت هي اللعبه دي ينفع تتهكر ولا لا؟ خالص، اللعبة دي يا شباب ما بتتهكرش. فنصيحة، حاول جمع كوينز، العاب انت يعني بتتسلى قاعد فاضي، اي حاجة تسلى عليها وهتكسب كوينز ان شاء الله. اللعبة اللي معانا النهاردة وهي لعبة Undead World. اللعبة دي، اللعبة اللي في النص دي اللي انا مشاور لكم عليها بالسهم دي، اللعبة عليها 1815 كوينز، وبيقول لك كومبليت ستيك 4 اهي. اللعبة اهي بيقول لك كومبليت ستيك 4. يعني ايه كومبليت ستيك 4؟ يعني اوصل للمدينة رقم 4. اللعبة عبارة، احنا هنخش مع بعض ونتكلم، بس هنشرحها لكم دلوقتي، هنخش مع بعض على اللعبة. اللعبة عبارة عن هي وحوش، بيبقى انت معاك وحوش بتحارب زومبي، الوحوش بتوعك بيقتلوا الزومبي وكده. فانت كل دور بتعديه بتعدي مرحلة في طريق، الطريق ده لما بتوصل لاخره بتعدي على المدينة اللي بعدها. انت عليك توصل 4 مدن، توصل للمدينة الرابعة وتخلصها. نروح مع بعض مع اللعبة، ودي واجهتها وهي بتفتح. وزي ما انت شايفين اللعبة ممكن تحمل منك شوية، يعني ممكن تاخد تحميل 5 دقايق ولا حاجة، تحمل بس بيانات وداتا ليها، فعادي جدا. هي عليها 1815 كوين، سهلة جدا جدا جدا، بالظبط 4 ساعات هتاخد ال 1815 كوين. 4 ساعات متواصلين، او ممكن يوم كامل لو انت متقطع. في مشكلة حصلت، شوف الانترنت.
ايه المشكلة؟ اللعبة مش هتشتغل وانت فاتح الفي بي ان. كويس ان واجهتنا المشكلة عشان نحلها قدامكم. ايه العمل دلوقتي؟ هنطلع نقفل الفي بي ان. الفي بي ان اهوت، هنروح نقفل الفي بي ان. انت لازم وانت بتحمل اللعبة تحملها والفي بي ان شغال. بعد ما تحمل اللعبة هتقفل الفي بي ان، وبعدين نرجع للعبة من تاني. نرجع للعبة من تاني والتكة ريتري هتخش معانا دلوقتي لاننا قفلنا الفي بي ان خلاص، وهي اللعبة مش محتاجة تلعب بفي بي ان. اي لعبة حملتها برضو بعد كده تحملها وانت فاتح الفي بي ان، واول ما تتثبت اقفل الفي بي ان والعب براحتك واستمتع. وزي ما انتوا شايفين اللعبة بدأت تخش معانا. يلا يا بتبدأ الكابتن اللي بيجري دوت. بص يا، هتفتح معاك على واجهة اعلانات وحاجات ليها، فهنعمل سكيب لكل دوت. وزي ما انتوا شايفين، لحظة واحدة، زي ما انتوا شايفين اللعبة عبارة عن طريق. ولو انتوا شايفين انا هوت العربية بتاعتي، انا في المدينة رقم 3 في ليفل 15 فيها خلاص، يعني داخل على المدينة رقم 4. فزي ما انتوا شايفين هو عبارة عن طريق، والعربية بتاعتك اللي عليها صورتك بتتمشى فيه. كل ما تعدي ليفل، الاعلام البيضة ديت هي الليفلات. كل ما تعدي ليفل من العالم الابيض دوت وتوصل لاخر الطريق، بتقابل وحش وبتعدي للمدينة اللي بعدها. توصل للمدينة الرابعة هتلاقي ان شاء الله الكوين اتضافت، بس كومبليت المدينة الرابعة. مش توصل للمدينة الرابعة وتقول لا انا كده وصلت، لا لازم تخلص الطريق بتاع المدينة الرابعة كمان. يعني انا دلوقتي في المدينة الثالثة، لازم اخلص واوصل للمدينة الرابعة. تكة بيتل مع بعض ونخش نشوف اللعبة مع بعض برضه عشان اوريها لكم. هو انا عشان خاطر لعبتها ووصلت القرية 3، فبقى معايا وحوش كتير زي ما انت شايفين، او ناس اهمت بقى معايا 10. فانت بتختار منهم في التيم 5 فقط، وبتبدأ بتتكة بتل اللي تحت ديت، بتبدأ هو يواجه الوحوش. هو طبعا انا عاملها اوتو عشان عديت الالفان، لكن انت اول ما تحمل اللعبة مش هتلاقي لا كلمة اوتو ولا هتلاقي المسرع. يعني بص، المسرع لو بطلناه هتلاقي اللعيبة بطيئة جدا. لو اتسرعته تستغل ده بدل ما تضيع وقتك انك بتتفرج عليهم. عايز انت ما تعملش اوتو وانت اللي تلعب، ان هما يضربوا كل لاعب لما يجيله قوة انت اللي تتك عليه مثلا اهوت، فحاجة ترجع لك. زي ما انت شايفين اللعبة سهلة جدا، مش مستاهلة اي حاجة. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. زي ما انت شايفين تك نيو ستيج او سكيب. لحظة واحدة، ارجع للصفحة الرئيسية اوريلكو اهو. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة ان شاء الله. اتمنى منك لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، تدعمنا بزر الجرس، وان شاء الله عايزين نشوفك في دور اللي احنا عاملينه وزعنا عليه في الفيديو الاخير. لو انت مشوفتش الفيديو الاخير خش شوفه عشان يبقى فاتك قرعة دوري العمالقة اللي هتبقى بكرة باذن الله. لو انت عايز تشترك في الدوري عندك رابط الوصف في الوصف تحت، خش عليه هتلاقي رابط للتسجيل في الموقع بتاع دوري العمالقة. كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، مع السلامة.